الانتنشن بتاع ده. عايزين نشوف الشخص اللي كان موجود وهو بيضحك نفسه قال ايه. نطلع ونسمع الفيديو ده لخالد علي المتحدث او المنسق باسم سان داونز واللي كان حاضر القرعه قال ايه عن اللقطه دي. الضحكه دي بالامانه عايز اعرف كان سرها ايه. لما القرعه جت على لما سحب الكره الاولى جت على النادي الاهلي الذكوره ماشي من جنبي. بلاش الاهلي طلع هنا. قلت له بلاش سان داونز، يعني انا مش عايز الاهلي. بلاش سان داونز، يعني اسحب ده الكوره طالع داخل يجيب الكره الثانيه اللي هي من المستوى اللي هو اول مجموعات. هو ماشي، هو قاعد ورايا في الكرسي. فقبليها قلت له ارجوك انت هتقف هنا تشوف الاهلي الناحيه الثانيه ما تطلعش سان داونز. ايوه اوكي. طلعت حتى قبليها وهم على الكور عايز، يعني عندي فضول ان انا نفتح نشوف فين بتاعه النادي الاهلي ونشيلها على جنب ما نطلعهاش. ان احنا مش عايزين فطلع وهو بيفتح السسبنشن بتاعه. بس السسبنشن بتاعه بلاش الاهلي. يعني بلاش الاهلي طلع. فبلاش سان داونز. بلاش سان داونز، انا صوتي عالي. بلاش سان داونز، الناس اللي جنبيك سمعوك. عشان كده كل الناس بتضحك. ايوه بلاش سان داونز. فطلع سان داونز. طب خلاص، طب طبيعي هنضحك بقى. خلاص طبيعي، خلاص هنضحك بقى، لازم اي هاف تو دي. طب ليه بلاش سان داونز؟ بلاش سان داونز لان انا اهلاوي، فانا كنت بنتمنى انا ما لعبش النادي الاهلي. انا مش عايز نلعب النادي الاهلي، نلعب الاهلي في سيمي فاينل، نلعب الاهلي في الفاينل، ما لعبوش دلوقتي. لاعب النادي الاهلي في فاينل ما لعبوش دلوقت، بلاش سان داونز. تفسير للقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن عندي وجهه نظر حتى التصريحات دي سلاح ذو حدين. المبالغه في ان فكره كنا عايزين ما نقابلش النادي الاهلي والتصريحات النفسيه اللي بيوجدها فريق سان داونز وموسيماني هو افضل مدرب داخل القاره بيلاعبنا بيها ده. الله يا احمد، انا السنه اللي فاتت قبل بدايه الحديث عن موسيماني قلت هذا الرجل يجيد الحرب النفسيه حتى داخل جنوب افريقيا. الكلام دائما انه مدرب جيد جدا في الاعداد النفسي. عشان كده بتمنى احنا خدنا اللقطه دي في اطارها عشان نوضح حق عدم التهكم على النادي الاهلي، ولكن مش عايزين نغالي. وفكره ان هم بيخشوا برضو النادي الاهلي دي مباراه 50-50. فاللي حابب اقوله بتمنى ان احنا نتجاهل بشكل كبير فيما بعد في المرحله القادمه التصريحات اللي بتخرج من جنوب افريقيا. صدقوني هي لن تعنينا في اي شيء، ومش هتفيدنا باي شيء في التحضير النفسي. فنبعد عنها خالص، بنركز مع فرقتنا وعارفين اهدافنا، والتصريحات اللي بتتسابق المواقع والصحف لتغطيتها حتى احنا ما نحاولش ننقلها لفريقنا. يروا ما يروا، احنا عارفين اهدافنا كويس يا احمد. اكيد ومركزين، واعتقد برضو دايما ان احنا حابين نمنح الثقه للاعبينا ولفريقنا، خاصه ان الهزيمه امام سان داونز العام الماضي هي الهزيمه الوحيده في تاريخ مواجهات الاهلي مع سان داونز. عفوا، الاهلي التقى مع سان داونز 6 لقاءات، فاز في 3، اتعادل في 2، وخسر مباراه واحده فقط لا غير، هي طبعا مباراه الخماسيه. الاهم من كده كان عندك مواجهه 2001، او بدايه المواجهات دي كانت في النهائي، نهائي 2001 مع مانويل جوزيه وخالد بيبو وكابتن سعد حفيظ ورفاقه، قدرنا نتعادل هناك هدف لهدف، وجينا هنا فزنا بثلاثيه خالد بيبو في النهائي. المره الثانيه كانت في دور ال 16 في 2007، برضو قدرنا نسجل هناك هدفين، كان بركات وامادو فلافيو، وكنا كمان متقدمين بالهدفين، ولكن قدر سان داونز يرجع في المباراه ويتعادل 2-2. وفي مباراه العوده قدرنا نفوز 2-0، سجلهم شادي محمد ومحمد ابو تريكا. وطبعا مباراه الموسم الماضي او البطوله الماضيه هزيمه بخماسيه هناك ثم فوز ب1-0 هنا. اللي انا عايز اقوله ان في الست مواجهات كان في ادوار مختلفه، الهزيمه الوحيده للنادي الاهلي امام سان داونز خماسيه. يعني بما اننا بنتجاهل كل ما يصدر من سان داونز، في نفس الوقت مش عايزين نهول او نضخم من فريق سان داونز. احنا برضو فريق كبير وفريق لنا ثقلنا وفريق مرشحين بقوه للبطوله، يبقى عندنا ثقه ان شاء الله اننا نكون في حالتنا هنقدر نتخطى فريق سان داونز. اللي حصل في مباراه ال5-0 ما كانش فيه اي لاعب في حالته، اي لاعب بلا استثناء. فندعم فرقتنا ونكون ورا اللاعبين، وحتى المباريات المحليه من هنا لمباراه سان داونز ما نشغلش بالنا بفكره احنا بنعمل ايه في المحلي فهنعمل ايه في الافريقي. ده منفصل تماما في كل قارات العالم. انت ممكن تعمل نتيجه سلبيه محليا والتاني اسبوع بتعمل نتيجه ايجابيه جدا مع فريق قوي جدا قاريا.
اعتقد يا فارس كان لازم مهم جدا نركز على النقطه دي. اكيد، وسان داونز في حينها طبعا هنقف عنده بشكل واضح لاعبيه، ولكن اللي محتاجين نقف عنده في اطار ان احنا شفنا سان داونز كيف كان يرى نجم زي احد النجوم الموجودين في بين سبورت اثناء القرعه حمدي الحرباوي، ازاي كان بيرى حظوظ الفرق في مقابله بعضها والنادي الاهلي ممكن يخشى مين. نطلع للفيديو ونرجع معكم. والله كي نشوف معناتها الفرق الموجوده، كل الاحترام لكل الفرق، كلهم صعب صحيح. التاريخ يقول اللي الاهلي معناتها من اصعب الفرق معناتها، حتى ولو ترجي معناتها صارت عنده اسبقيه. مع التحاق المصابين ايضا بالاهلي سيكون لي كلمه في هذه النسخه. صحيح صحيح معناتها، لكن كلهم معناتها كي الوداد كي الرجاء معناتها صحيح اقل يمكن في لما نشوفوا السنوات الاخيره، لكن الاهلي يقعد هو الاهلي معناتها، في عنده الخبره في الكاس هذيا وعنده تابعه في الكاس هذيا. مازيمبي زاد كيف معناتها نفس الشيء، معناتها غاب شويه معناتها على التتويج. الاهلي هو المسيطر، هو الكبيرهم كما نقولوا، لكن الترجي صار ترجي اخر، ترجي صار معناتها وحش افريقيا. وكما قلت لك معناتها يقعد الفريق الاصعب بالنسبه للترجي اللي هو الاهلي معناتها. حمدي الحرباوي تحدثت تقريبا عمل لفه على الفرق، لكن مصرنا الاهلي، مصرنا الاهلي هو كبير القوم في افريقيا، مصرنا الاهلي، الخشيه من الاهلي في هذه النسخه. يصر ان الاهلي كبير قومه في افريقيا، ومحدش يقدر يصر على غير كده، وهنشوف ده بالارقام. النادي الاهلي في مواجهاته مع فرق دور الدور الثمانيه جميعها، لو بصينا لفريق زي الترجي هنلاقي الاهلي لعب 16 مباراه، فاز 6 اتعادل في 6 وخسر 4. لعب 6 مباريات مع سان داونز، فاز 3 اتعادل 2 وخسر مباراه واحده. مازيمبي 4 مباريات، فاز 2 وتعادل مباراه وخسر مباراه. الزمالك 9 مباريات، فاز 5 تعادل 3 خسر 1. الوداد 8 مباريات، فاز 2 اتعادل 4 خسر 2. امام النجم 15 مباراه، فاز 4 تعادل في 7 وخسر في 4. وامام الرجاء 6 مباريات، فاز في مباراه وتعادل في 3 وخسر 2. هذا هو النادي الاهلي صاحب افضل مجموعه نتائج داخل فرق دور الثمانيه، لو حطينا اي فريق بالمقارنه مع الفرق الاخرى. النادي الاهلي دايما لما يدخل بطوله طبيعي يكون الكلام عليه زي ما تحدث نجم مهم جدا ليه تجربه احترافيه وليه تجربه في الترجي وشهادته صعب تكون مجروحه، ولكن انا بشيد بيه احمد في حته النفسيه السويه اللي تحدث بيها، اللي البعض داخليا هنا لا يراها وللاسف لاغراض في نفسهم يعني. هو عادة الجانب التونسي تحديدا بيكون إلى حد ما واضح وصريح مع نفسه، يمكن قبل كده سبق وحاتم الترابلسي في نفس القناة عبر عن مدى قوة النادي الأهلي، وبطولاته جميعا بتتخطى أو بطولات النادي الأهلي منفردا بتتخطى كل الأندية التونسية في دوري أبطال أفريقيا، وده برضو دفعنا إننا نشوف مواجهات الزمالك، لأنه طبعا ممثل عن مصر معانا، مواجهات الزمالك أمام السبع فرق الآخرين اللي صعدوا لدور الثمانية. هنجد إن الزمالك أمام الترجي لعب 6 مواجهات، فاز في مرتين وخسر مره، وكان التعادل بينهم 3 مرات. امام سان داونز وده كان في بطوله واحده 2016، لعب 4 مواجهات في بطوله، وده رقم قياسي لفريق بيكسب فريق داخل بطوله واحده. سان داونز قدر يحقق الفوز في 3 مواجهات، والزمالك فاز في مواجهه وحيده. اما امام مازيمبي 8 مواجهات، وايضا كان الفوز مره واحده للزمالك على مازيمبي مقابل 4 هزائم للزمالك و3 تعادلات بين الفريقين. وفي النادي الاهلي او مواجهاته مع النادي الاهلي حدث ولا حرج. النادي الاهلي فاز في 5 مواجهات، اتعادلوا في 3 مواجهات، النادي الاهلي خسر مواجهه وحيده كانت في السوبر الافريقي، وطبعا عارفين بقياده الحكم اللي بعد كده في 2004 تم اتهامه بالرشوه باتروس ماتابيلا. اما امام الوداد كان في تفوق للزمالك، وعاده الزمالك بيتفوق امام الفرق المغربيه، لعب 3 مواجهات، فاز 2 منهم مباراه سوبر بين الفريقين، وخسر مره واحده ومفيش تعادل بين الفريقين. النجم الساحلي 8 مواجهات مع الزمالك، فوز 3 مرات، هزيمه 3 مرات، تعادل فريقين مرتين، كذلك الرجاء مواجهتين، فوز مباراه وتعادل مباراه. لو لاحظنا بين السبع فرق
اللي واجههم النادي الاهلي هنجد ان النادي الاهلي تاريخيا متفوق على اربع فرق في المواجهات، سواء الترجي او صن داونز او حتى مازيمبي او نادي الزمالك، ومتعادل مع فرقتين في عدد مباريات الفوز، وفريق واحد فقط لغير اللي تاريخيا تفوق، وهو فريق الرجاء المغربي، على عكس نادي الزمالك اللي تقريبا مش تقريبا ثلاث فرق تفوقوا على الزمالك، صن داونز ومازيمبي والاهلي، وفرقتين تعادلوا معاه في النتائج وفرقتين تفوق الزمالك عليهم. ده بيعكس مدى قوه او دور الثمانيه وتاريخ مواجهات الاهلي والزمالك امام فرق. وحابب نشكر طبعا زميلنا عزت رمضان اللي كان له دور في الاحصائيه دي. طبعا نروح